من ضمن المجالات التي اقتحمتها المرأة بكل الجرأة والعلم والمعرفة إلى جانب الخبرة والتجربة هو سوق الأوراق المالية، حيث أثبتت وبشكل لافت نجاحها كمستثمر في البورصة، وهو السوق الذي اتسم بغلبة الرجال عليه والسيطرة على مجرياته، وبدأت في وضع لمساتها عليه والمساهمة في دفع نشاطه وتطويره، وبالتالي تأكيد دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التداول الفاعل فيه. وسجلت المرأة نجاحات جيدة رغم أن سوق البورصة من أكثر الأسواق تقلبا، وأن الاستثمار فيها يعد استثمارا خطرا قد يعرض الشخص للخسران. ومع ذلك فإننا نشهد اليوم أعدادا كبيرة من النساء في سوق الأسهم، وهو بالتالي يعد لهن من الاستثمارات الجيدة ذات العائد، وليس مغامرة غير مضمونة العواقب، ولكنه يمكن أن يكون أيضا وسيلة لتحسين الدخل. ولم يكن دور المرأة قاصراً على السوق المحلي، وإنما تعدى ذلك إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الخليجية بوصفها الأسواق الأقرب والمعروفة بالنسبة إليها. وقد حققت استثمارات عدد من سيدات الأعمال نجاحاً في أسواق خليجية وعربية، مما شجعها على مواصلة المشوار والتفكير في تنويع الاستثمارات في البلد ذاته أو فتح فروع في بلدان أخرى. ولم تخيب المرأة الظن فيها، إذ أكدت قدرتها على تحقيق النجاح تلو النجاح، فتطور دورها ومساهمتها في النشاط الاقتصادي بصورة ملفتة. وفي وقت وجيز أصبحت المرأة من أصحاب رؤوس الأموال المعروفين، وتملكت المرأة المنشئات. إن المرأة استطاعت أن تؤدي دورها الوطني على أكمل وجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهي قادرة على إتمام واجبها في النهضة الحديثة. إن طموح المرأة لم يتوقف على الاستثمارات الداخلية، ولكنه اتجه للبحث عن آفاق أرحب، فامتلكت المرأة استثمارات ضخمة في الخارج على مستوى الوطن العربي ككل أو العالم، وحازت في تلك الدول على الثقة والمكانة.